يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن نائلة اسم صنم، أن نائلة اسم صنم كان على الصفا أو المروة. إساف ونائلة هنا. فهل يحرم تسمية البنت بنائلة؟ وإذا كان موجودا فهل يلزم التغيير؟ إذا كان يقصد بنائلة الصنم فلا يجوز، أما إن كان يقصد نائلة من النيل وهو العطاء فلا بأس بذلك. فيه أشخاص يسمى نائل، في واحد خبره درس عندنا في درسنا ودرس غيرنا في كلية اسمه نائل، الدكتور نائل، هذا ما في شيء إذا كان القصد من النوال وهو العطاء. أما إذا كان القصد منه تسمية الصنم فهذا لا يجوز، ولا أحد، ما أظن أحد يقصد هذا ولا دري عن هذا حتى. نعم.